دونك هنا في هاد التمرين غنفترضوا ان الشركه عندها واحد لا باز دو دوني ريلاسيونيل وبغات دير لا ميغراسيون تحول نو اس كيو ال. قالوا لنا عطوني 3 بروبوزيسيون اورينتي دوكيمون. لا موديليزاسيون الاولى غتكون سونتري سور لي فونت نبداو بها, من بعد نفكروا في سونتري سور لي ليفر سونتري سور لي زوتور. دونك حنا هنايا غنحاولوا ندخلوا غير هاد الدوكيمونيت اللي كاينين ولا هاد الداتا اللي كاينه, وبيان سور راه الداتابيس كتكبر. ملي كيقولك سونتري سور شي حاجه, حنا هنا غنحاولوا نفهموا انا درت هادي غادي نجيب ندير سوليسيون. ديجا كانوا عندكم مجموعه ديال الاقتراحات صحاح تري بيان. دونك هنا بالنسبه لهاد لا بروميير كيسيون مثلا فاش غادي نجي ندير سونتري, دونك ريبونس ان تيري سونتري فونت سور لي فونت, يعني انا غنهتم بحال غندير واحد لابليكاسيون اللي غتهتم بلي فونت بتشوف داك المبيعات اللي كاينين. حنا عندنا اصلا الداتا كبيره, ولكن اللي غنفهمو هو ملي كنقول سونتري فونت يعني غنحاول ما امكن انه الدوكيومون اللي غادي نخدموه يكون عباره على اون فونت. الدوكيومون كله يكون عباره على اون فونت بحال نديرو اون كوليكسيون ديال لي فونت. دونك حنا كما كنشوفو هنا عندنا الفونت عندها الاي دي ديالها ولا دات والاي اس بي ان ديال الكتاب اللي تباعه. نقدر نجي بحال هكذا ديريكتومون ونديرها. دونك انا هنا غندير غير كيمي سينو غادي نمشي نجيبوه ندير ناخذ دوكيمون من هذوك اللي دار فوتر كاماراد. فوالا دونك غنكتبها انا هنايا وابخي نكوبيها. دونك قلنا حنايا الدوكيمون ديالنا غيكون فونت, غادي نبداو نخدمو عليه. كاين عندنا المعلومه الاولى اللي هي الاي دي ديال فونت دو بوين شي حاجه. ابخي غادي يكون فيرغول بصفة عامة, يعني غنهندسوه دابا بصفة عامة. فيرغول تتكون عندو لا دات دو بوان شي حاجة لا فالور. ابخي تيكون عندو الاي اس بي ان ديال لو ليفغ لي تباع, الاي اس بي ان ديال لو ليفغ لي تباع. هنا حنايا حيت غادي نديرو غير دوكيمون واحد, الا بغينا نديرو لو ليان اللي كاين هو ليان ديال اللي سميناه في الكور لا رولاسيون دونشاسمون يعني لامبريكاسيون. عوض ما نكتب انا غير الاي اس بي ان غنمشي نجيب المعلومات ديال داك لو ليفر كامل, على اساس انني ما بغيتش ندير بزاف ديال لي دوكيمون بيناتهم علاقات بحال داير الرولاسيون. لا غنخدم كلشي وسط الدوكيمون ديال الفونت حيت انا سونتري فونت. دونك عوض ما نخدم غير اي اس بي ان بوحدو نقدر ندير اي اس بي ان و لو تيتغ و الاي دي ديال الاوتور, يعني تنجيب المعلومات ديال هذاك لو ليفر كونسيرني كامل. دونك هنا غادي ندير نقدر نبدا نعطي مثلا ليفر بحال هكذا كما دار فوتر كاميرا قبيله ونعطي المعلومات ديالو نيشان. هنا نقول بانه غادي يكون اي اس بي ان دو بوين شي حاجه غنكتبوها. ابخي غادي يكون عندو المعلومه الثانيه اللي هي تيتغ دو بوين لو تيتغ, واخر حاجه اللي عندو هي الاي دي ديال الاوتور. نفس الفكره الاي دي ديال الاوتور عوض انا ما نخدم به غير اي دي, خاصني نمشي نجيب الاي دي يعني المعلومات ديال الاوتور كامل, الاي دي ديال الاوتور ولو نو لو بريم. دونك نجي هنا ونعطي مثلا اوتور ولا انفو اوتور ولا اللي بغينا, وفي هذا غادي نحل واحد جو ميكسكوز كون كنت هنا دابا انا جو في انستالي هذاك فيزيوال كود تو سويت يعطينا الديكور. دونك ولا جو سيبوز غيعطيني حتى الا درت كونترول اس سوف غارديت درت مود فونت يعني كونسونتري فونت. فوالا ندير لها اكستنسيون بوان جي زد. فوالا دونك هاهو ديتيكتا. ابخي دونك قلنا هاد الاوتور هذا شنو عندو, عندو الاي دي ديالو اي دي تيغي اوتور دو بوان
شي الاي دي ديالو، من بعد عنده لو نو دو بوين لو نو، وملي غادي نساليو كاين اخر معلومه اللي هي البرينو دو بوين، كتكتب البرينو ديالو. فوالا دونك هادي هي سونطري، يعني انا هزيت هاد المعلومات كاملين وصوبت دوكيمون واحد اللي غيحتويهم، بحيث هذاك الدوكيمون يكون على حساب انا اش بغيت نخدم. انا غنخدم على الفونت، دونك الدوكيمون يمثل لي الفونت اللي غنخدم عليهم. انا بيان سور عندي هنا جوج ديال لي فونت، راه غادي يكون عندي جوج من هذا الشيء اللي صاوبت، ولكن دابا بعدا غير اون جينيرال كيفاش دايرين هنا يعني الخصائص، عاد غنكتب الفاليو على كل حاجه. سي بون، دونك مثلا هذه غندي لا كونترول سي بحال هكا، سا سي لو برومي، وغادي نجي على لو دوزيام. الا كنت حاطاهم في ان فيشي يعني جزل، راه خاصني من هنا نبداه بكروشي حيت غيكونوا بزاف، دونك ندير فيربول هنا ونحط لو دوزيام وصافي. دابا اللي غادي يبقى ليا هو انني غنكوبي المعلومات ديال اللي كاينين عندي هنايا، نكتبهم باش يعني نخدم على هاد الداتابيز بالضبط على هاد المعلومات. دونك هنا عندي الايد دي فونت نصغرو حتى هادي، فوالا. دونك هنا عندي ايد دي فونت 10، هاد الفونت الاخرى 12. عندي فلادات ديالها هنايا، نشوفو الا كتبناها كي قلنا هكذا راه غتجينا غير سميتها غير اون شين دو كاركتير. 06/2017 سي بون. سينو حنا الا بغينا نكتبو هكذا اشنو غادي خاصنا نديرو باش ندخلو الاشياء بقيمتها، لان عرفنا بان المونغو دي بي تتقبل لو تيب دات. شنو غندير باش ندخل لا دات؟ الى درنا نيو دات هنا غيعطيني بروبليم، بديت تيسطر ليا اليوم حيت هذا جزل زعما مش سي با مون كودي. دابا انا بغيت نكتب عادي وصافي. وي دونك شنو غادي ندير؟ الى درت نيو دات غتعطيني لا دات دو جوردي، بغيت ندخل فيها هاد لا دات بالضبط، شنو ندير؟ غادي ندير غير دات وفي البارامتر ديالها غادي نعطي لا دات اللي بغيتها. لو بارامتر غنعطيه ليها بحال هكا، او طونكو شين دو كاركتير واخا سبا غراف. دونك كوتي واش اين حاجه غنسبقوها ماشي مشكل، المهم الا كان شين دو كاركتير يمكن صافي ماشي مشكل. واخا داكشي اش قلنا حنا ماشي مشكل، غنخلو حتى نتيستيو حيت حنا دابا باقي غير في الفكره، كنهندسو لا باز دو دوني ديالنا، كنديرو عمليه لا ميغراسيون تحويل. هذه كنت تعطيني في الانسرتال بغي ندخلها في البارتي براتيك بصح نيت في المونغو دي بي عطاتني بروبليم، راني غادي نصحح وما كاين مشكل. دونك بالنسبه لهذه ها هي نيو دات، هذه غادي نجي حتى هي ندير ليها نيو دات كما كتشوفوا. واخا صح يعطيني الاخطاء انا ماشي مشكل، راه حيت كنكتب غير في واحد البلوك نوتس عادي. دونك الاخرى نفس الفكره 02/06/2017 تري بيان. ونسد القوس غنمشي بحال تندخلهم انا بجوج دقه واحده. نفس الحاجه بالنسبه لهذا الاي اس بي ان، هو عدد ديال يعني الاي اس بي ان ديال لو ليفغ اللي تباع 215/488/95. و في لافونت الثانيه انا كنخدمهم دابا بجوج 215/488/95/89. هنا في لو تيتر نشوفو لو تيتر اللي عندي فوالا. دونك هادوك حيت انا جو بو با فير كوبي كولي حيت زيتهم ليكم غير التصويره. دونك اكس Donc c'est une chaîne de caractères. Le livre tient et indifie le titre. Voilà.
مزيان وايوا دابا نعطيو غير الاي دي غادي نعطيو توت لي زانفورماسيون دونك كيكون ان سو دوكيمون وسطو دونك هذا عندنا فيه قلنا بلاتي نشوف ياك ما ضيعناها دونك 22 22 وهذا 154 وهذا عنده 987 اي بقى لينا دابا غير لو نو اي لو برينون دونك سو سون دي شين دو كاركتير لي خصهم يدخلوا كوريكتومون هنا كنرد البال فقط لي تيب فوالا دونك ها هو المعلومات الاولين دازو او الاخر حنا ديجا تناقشنا على امتى كدير سو دوكيمون يعني هذوك لي زاكولاد اللي حطيتهم جو سيبوز كو ما عندكمش شي مشكل سينو راه سي لو طون انا نقولوا راه كاين مشكل ونعاودوا حيت انا باغا ندخل مجموعه ديال المعلومات ديال الاوتور راه داكشي علاش درتو في سو دوكيمون هكا حطيت كذلك حيت بغيت نحط مجموعه المعلومات ديال لو ليف راني اضطريت ندير سو دوكيمون بحال هكا فوالا دونك هادشي اللي كاين هنايا هادو راه السده ديال لو ليف واخر حاجه هنايا غادي الاوبجي الفونت كلها ومن بعد حيت حنا خدامين على الكروشي الا خدمتيه جيزن ما الا نتايا عادي غتهتمش بيه غتدخلهم تكون عندك هاد الطريقه وصافي تاخذهم امتى غنحتاجوها كروشي فاش غنبغوا ندوزو الكود ديالنا شكون اللي يقول لي امتى غنحتاجو هادوك لي كروشي فاش نديرو انسرت هاد زعما حنا دابا معايا الا بغيت ندوز الداتابيز ديالي غنهز هاد الاولى في مسالات وغنحطها في وسط هذيك الانسرت ما غنحتاجش هاد الكروشي ولكن امتى نقدر نحتاجها الا بغيت نخليها ونهز كلشي اشنو غادي ندير اشنو غادي ندير تري بيان دونك الا بغيت نهز كلشي دقه واحده وندوزو غادي نكون كاتبه وكتابه صحيحه ودير هاد الكروشي مع الفيرغول وشغلو مقاد غنستخدم انسرت 8 وندوز كلشي دقه واحده صافي دونك داكشي اللي كاين دونك صافي تري بيان سا سي لا موديليزاسيون الاولى اللي هي سونتري فونت دابا الا درنا سونتري مثلا جو سيبوز اوتور سونتري اوتور الا غادي نلعبو عليهم هنايا شنو سونتري اوتور كنمشيو بنفس الفكره هي انه غنهز هادي كونترول سي نديرو في شي اخر ندور ليه مود اوتور دونك هنايا اوتور هو اللي خاصو يكون ليا الفونت جو ميكسكوز الاوتور هو اللي خاصو يكون ليا الدوكيمون هو اللي خاصو يكون هنا كدوكيمون ديالي ستادير كو ما غيكونش عندي هاد الخدمه هادي غنكون ماشي تاني شكل اخر دونك جو في بروندر تو سا نحيدوه غير باش ما نخربقوش الفكره يعني توضح اي مبتدئ ما تجيش مشكل هنا تاني ملي كنقولوا سونتري اوتور تمشي نشوف الداتابيز صافي انا دابا راكم بغيت نخدمها سونتري فون صافي راه ساهليت غير هما في المثال قال لك وعطوني الا كنا غنهتموا بلي زوتور فقط حنا مهتمين اوتور هو الاهتمام ديالنا في لابليكاسيون اش غندير اذا ديك الساعه كنتي غتهندسها بشكل اخر اش كنتي غادي دير غتمشي تبدا من اوتور والاوتور هو اللي غيتبدا به هو اللي يعني بحال نقولوا باش تتبدا الا حاجه تتخشف وسط حاجه هذا هو فاش يكون اختلاف في نو اس كيو ال دونك هنا سونتري اوتور دونك انا هنايا غادي نولي صادق خصني ندير اي دي اوتور دابا غير غنعطي الفكره ما غنبقاوش نعاودو فيهم اي دي اوتور المعلومه ديالو في هذه الحاله مثلا 154 فيرغول وغادي دير ليه لو نو لو نو اللي عنده فيرغول البرينو دو بوين جيب لي لو برينو اللي كاين وما توقفش ما تقولش ساليت انت دابا هنا اش غير خاصك تجيب كلشي مسونطري على لوتور ديالنا دونك لوتور خاصنا نشوفوه فين هنا عنده علاقه مع اش لوتور الايدي اوتور كاين غير هنا دونك غادي نضطر نجي
نجيب ليه المعلومات ديال لو ليفغ اللي كتب. دونك هنا غادي ندير مثلا ليفغ، يعني كنقصدو بهذا ليفغ هنا كنقصدو به لو ليفغ اللي كتبو هاد لوتور. الا كان واحد حنا كنديرو كروشي. دابا حنا في الديبار عندنا واحد غندخلوه كواحد، ولكن الا كان احتماليه انه غادي يكون عنده بلوزيوغ غنعرفوا اننا غير خاصنا من بعد في الداتابيز ديالنا و اس كيو تبدل لينا هاد الكروشي هاد الاكولاد وتعوضو بالكروشي يكون طابلو. مي دابا حنا ندخلوها ونشوفوا راه غتبدل بالابديت باستخدام ديال هذيك الابديت ديال لا موديفيكاسيون. دونك هكذا غيولي دابا لو ليفغ اللي كاتب هاد السيد هو هاد الاول. غنجيبو ليه حتى هو المعلومات ديالو الاي اس بي ان وتيتغ. دونك انا جو بو فير دو كوبي كولي من هذيك لا بروميير ليفغ. ها هو الاي اس بي ان و لو تيتغ. غنهز غير حتى لهنا، هما اللي غادي نحطهم هنا فوالا. وغادي خاصني نزيد في وسط هاد دابا ها هو كتبت الاي اس بي ان ديالو وتيتغ، ولكن ملي غنشوف انه هاد لو اي اس بي ان مستخدم في طابل وحده اخرى في الغولاسيونيل اللي تتمثل هاد لو ليفغ امتى تباع. دونك انا غنضطر انني نكتب لا دات والايد دي فونت غنكتبهم كمعلومات وساطه. هذاك لو دوكيومون اللي كيشرح المعلومات ديال لو ليفغ ديال هاد لوتور. هنا باقي ما سديتش الاكولاد، هنا خاصني نزيد شي حاجه اللي كتقول الفونت، يعني معلومات على الفونت ديالو. بما انهم جوج انا جمعتهم هكذا دابا سمي دارو كسو دوكيومون، وتجي ثاني هنا وتقول ليها الايد دي فونت او لا دات. دونك جو في بروندر اوسي الايد دي فونت او لا دات. ها هي هادي، يعني بحال غير شكون اللي كتكتبو هو الاول هو اللي غادي تعطالك مختلف. ها هي سي بون. دابا سالينا جو سيبوز مع لو بروميي. وي غادي ديفونت، علاش دير ما نوصلش؟ يعني ما غاديش نحتاجو. علاش ما غتحتاجوش؟ سي اون في لا طابل درنا باش زعما اييه. دابا هنايا ما عندنا ما نديرو به، لانه الا كانوا ونفترض كان عنده بزاف ديال لي ليفغ راه حيت دايرين حنا لامبريكاسيون فعلا نقدروا ما نحتاجوهش. متفقه معاك، ولكن ما تنساش حنا دابا راه كنديروا غير عمليه ديال لا ميغراسيون. ما قالوش لينا استغنيو على الداتا اللي ما محتاجينهاش. نقدروا نديروا ان يعني كوش ديال لوبتيميزاسيون، نحيدوا الداتا. ما حنا دابا في المرحله تاع تحويل، تاع هز هذه من هذه البلاصه وحطها في البلاصه الاخرى. سي بون، ما الاحتفاظ بالداتا كامله. ولكن نقدروا كي قلتي فعلا عندك الصح نتناقشوا من ورا ما نهزوا الداتا ونحطوها كامله ونقولوا فوالا حنا درنا اون ميغراسيون انيسيال. دابا نتناقشوا على اجي واش هاد المعلومه باقي محتاج بها ولا انا في غنى عنها، باش نديماري لا بارتي ديال انني فريمون غنكريي لا باز دو دوني ديالي. نوبليي با كو انا دابا في المرحله ديال لا موديليزاسيون، ولا عقلتو نتوما في الموديليزاسيون غير في ليتاب 1 في موريز كنتو كديروا ديكسيونير دو دوني وخا يكون الامور متكرره ما كاين مشكل، يعني كيكونوا خطوات تاع من بعد عاد تبدا تاوبتيميزي في الدار تحيد هادي وتزيد هادي اكسيتيرا صافي. دونك حنا دابا غادي نبقاو غير مع هاد لوبجيكتيف البسيط ديال انه عندك داتابيز غولاسيونيل بغيتي تميغريها انه اسكول. ها كيدير بلا ما نزيدو الكوش الاخرى تاع حيد هادي دير هادي تاع فعلا انا متفقه ما تنقولوش خطا، غير زعما ما غنزيدوهاش على واحد يلاه غيديماري معنا في هاد البارتي ما نزيدوهاش. نقدروا نزيدوها من هنا لقدام واحد شويه نبداو نقولوا اجي هاد الاي دي كما قال فوتر كاماراد ما صافي انا دابا دايره هذاك سميتها دايره لي زون دونشاسمون دايره حاجه وسط حاجه ما محتاجاش الاي دي، ولكن نخليوها للاحتياط اللي احتاجيناها حنا شي حاجه من بعد ولا مو باش ما نخربقوش تو سامبلومون باش ما ندوخوش. حنا دابا غير الترتيب غير هذيك لي موديليزاسيون اللي عندي نشوفوا كيفاش انه في النو اس كيو يقدر يكون عندك مجموعات اقتراحات وفي نفس عندك نفس الداتا ولكن مجموعات اقتراحات صحاح. دوز الاولى تصدق، دوز الثانيه تصدق، دوز الثالثه تصدق، ولكن انت خصك تختار وحده فيهم حيت هي اللي غتكون احسن ليك بالنسبه للبروجي اللي ناوي دير. هذا هو لوبجيكتيف اللي بغينا نوصلو ليه صافي.
دونك ما عرفتش جو سيبوز راني جاوبتك على السؤال ديالك. سا سي لو ليفغ و سا سي الاوتور. دونك غندير واحد الفيرغول بحال هكذا و غنعاودو نجيبو اوتور ديالنا عاوتاني واحد اخر بنفس الفكره. غادي يكون عنده الاي دي ديالو و نو و لو ليفغ. غادي نحاول ندير واحد البتي كوبي كولي هنا. دابا غير هذا الاي دي ديالو 987. نبداو ليه لو نو بي و ار. بالنسبه لو ليفغ عنده لو ليفغ كي قلنا ديال هذا السيد هذا هو هذاك نو اس كيل. دونك نجيب لي زانفورماسيون اي اس بي ان او لو تيتر نحطهم هنايا كيدخلوا. حنا المهم تعرفوا ان خص يكون عندك ان سو دوكيمون. خصك ضروري دير هاد الاكولاد بحال هكا صافي. كداو مثال غادي نمشيو هذا حيت هو تا هو كاين في فونت. كون ما كانش ما غتكونش عنده، ولكن في هاد الداتابيز اللي عندي هاد لو نيميرو هاد نو اس كيال اللي هو عنده 89 في الاخر داخل ليا في الفونت الاخيره. دونك ضروري غادي ندير ليه حتى هو فونت وغادي نهزها كما قلنا لفوتر كاماراد تيل كيلي. جو مانتيريس با واش هادي تحيد ولا تبقى. دونك غنهزها غير هي الاي دي ديالها راها 12 و هنا راه نفس لا دات جو سيبوز. و الله نكون دونك سا سي ليفغ وباقي لي واحد الاكولات ديال الاوتور صافي. دونك حنا دابا شنو المهم عندي كونخوسي نهزهم هنايا. اللي مهم عندي هو انني نشوف الاختلاف، نحس بهذا الاختلاف وبان السؤال البروبوزيسيون لا موديليزاسيون الاولى صحيحه وكذلك لا موديليزاسيون الثانيه بجوجهم ما كاينش فيهم المشكل. غير المشكل عندك نتا على حسب البروجي اللي ناوي تخدم. نحاول نصغرها باش الا عطاتنا نشوفوهم بجوج. البروجي ديالك هو اللي غتكون فيه وحده غتجيك اسهل من الاخرى، غتسهل عليك لي روكيت. هنا درتي يعني ديك حاجه وسط حاجه. شكون اللي غتبدا؟ واش غتبدا بالفونت ودير وسطها لي ليفغ وليفغ حطينا ليه الاوتور ديالو ولا العكس؟ دابا حنا خدمنا على اوتور وهو اللي حطيت ليه معلوماته، من بعد قلت لي ليفغ اللي كيكتب هاد لوتور وهاد لو ليفغ واش تباع، راه حنا زدنا ليه المعلومه ديال الفونت. الا ما تباعش راه حنا ما زدناش ليه المعلومه ديال هذا صافي. دونك واخا هكاك ما غاديش نعجز وغادي نمشي ونديروا لا ديرنيير بروبوزيسيون اللي هي الموديليزاسيون اش. دونك كونترول اس موديليزاسيون اللي بقات ليا ليفغ بوان جوز. دونك هاد الموديليزاسيون ليفغ غادي تجيو هنا. اش قلنا غادي يكون دائما حنا نديرو طابلو يعني حيت عندي جوج ديال لي ليفغ، وغادي ندير كروش اكولاد ديال ليفغ الاول فيغول واكولاد ديال ليفغ الثاني. فوالا دونك غنمشيو هنايا لو ليفغ. كنبداو هاد المره ماشي من الفونت بحال الاول، لا جينا لاحظنا هنا بدينا من الاوتور. جيت لهاد الاول هذا هنايا بديت بالفونت حيت الدوكيمون كيمثل ليا هذاك الاوتور ولا الفونت. دابا لا، دابا غادي نمشيو نخدمو على انه عندي دوكيمون يعتبر معلومات ديال ان ليفغ. ان ليفغ يعني غنمشي لو ليفغ واول معلومه غتولي عندي هي الاي اس بي ان دو بوين، وغادي نكتب ليه الاي اس بي ان ديالو 15488522 فيغول. عاد تدخل ليه تاني نفس الحاجه لو تيتر دو بوين. دونك لو تيتر اللي عنده جو في لو كوبي كولي من بعد لحتاجيتها اللي خدمنا في البراتيك. و ابخي عوض ما ندخل ليه غير الاي دي ديال الاوتور كي قلنا هنايا نفس الحاجه. انا عارفه الاوتور عنده مجموعه ديال المعلومات، دونك غنجي ندير ليه بحال هكا اوتور وندير اكولاد ونبدا تنستف في المعلومات ديال الاوتور ديالو. دونك اي دي اوتور جو سيبوز كاينه فيهم لي هاي اي دي اوتور نهزو و لوتي لو نو لو برينون مزيان. ملي غنسالي المعلومات ديال لوتور غنسدو فيغول، وحيت هاد لي ليفغ ديجا تباع دونك غادي نضطر ندير فونت. حتى هو نفس الفكره دو بوين، وغادي تحط ليا فيها المعلومات ديال الفونت اللي هي لا دات مع الاي دي ديالها. دونك هي هادي
بحال عندنا مجموعات معلومات وكنشوفوا كنلعبوا بهم اوتخومون دي، كنشوفوا كل حاجه امتى غتدخل. دونك سا سي الفونت تسدات، هذا هو الاي اس بي ان اللي تسد. دونك هذه غير زينه. لا ميم شوز بالنسبه لو ليفغ الثاني، دونك حتى هويا غادي نخدموا عليه اي اس بي ان ديالو دو بوين. تتعطي ليه الكود 15488599 89 فيرغول، تتعطيه لو تيتغ. مهم بيان سور الكتابه راه ما كندويوش عليها، راه حنا كنعرفو نكتبو صحيح في الجزم. او من ورا لو تيتغ نفس الفكره، غنهز ليه الاوتور ديالو. دونك اوتور كو كانوا نفس الاوتور راه غتكون عندي ديبليكاسيون، غنضطر نعاود. ودابا هما عندهم دو زوتور ديفيرون، حيت انا خدامه بهاد لونشاسمون، حيت راه ديجا حنا شفنا ان كاين عندنا حتى لينكين. فوالا دونك هذا سي الاوتور، وبقات عندي اخر حاجه اللي هي الفونت دو بوين. حتى هي غنمشي نجيب المعلومات ديال الفونت ديال هاد الكتاب هذا، هي ديجا خدمناها في الاول. اي فوالا، دونك هاد الاكولاد غادي تحيد. نشوف هادي السده ديال الفونت، دونك غنحتاجو الاكولاد ديال اي اس بي. شوفو فوالا، دونك هادشي اللي كاين حتى بوغ هاد الجزء الاول في الجواب. قلنا هذا 3، هذا سونتري ليفغ سور لي ليفغ، يعني حنا كيحكم فينا اش بغينا نديرو، نعقلو عليها. حنا خدينا فيها وقت كافي باش ما نتبرزطوش، سي بون. دونك دابا قالوا لينا انديكي السؤال الثاني لامباكت كو بو افوار لا موديليزاسيون روتوني سور لو روكيتاج دو لا باز دو دوني. وي